قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن القطاع استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات غير مسبوقة، يأتي على رأسها إنهاء عصر استيراد الغاز والوفاء بالالتزامات التعاقدية لتصديره. جاء ذلك في كلمته خلال المعرض والمؤتمر الدولي 22 للبترول والثروة المعدنية. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أوضح الملا أن المؤتمرات والأبحاث التي تحرص عليها الوزارة في هذه الفترة تضع أفريقيا ضمن أولوياتها، وذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. الحقيقة احنا طبعا السنة دي لانه مصر بتتولى قيادة الاتحاد الافريقي، فاحنا كمان كل مؤتمراتنا وكل ابحاثنا وكل شغلنا بيبقى تحت هذا العنوان، وبالتالي احنا السنة دي في هذا المؤتمر اللي بيقيمه معهد بحوث البترول يعني بيقول مصر وافريقيا، والحقيقة احنا يعني بنعكس ذلك من خلال وجود معانا أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول اللي هي منظمة الأوبك. والحقيقة كما نعلم أنه جزء كبير من الدول العربية المصدرة أو المنتجة للبترول موجودة في إفريقيا، كمان في عدة سفراء بيشاركوا معانا في هذا المؤتمر، ولا سيما كان معانا على المنصة الحقيقة سيادة السفير تشاد. هذا مؤتمر مهم، وأن تشاد إحدى الأقطار المنتجة للبترول، وانعقاد هذا المؤتمر الأكاديمي والعلمي في مجال علوم البترول والطاقة يعتبر خطوة متقدمة جداً.